بسم الله الرحمن الرحيم. كرم جمال، عضو الغرفة الفلاحية، عضو الجامعة بجامعة سيدي واسي، إقليم شتو كيتبها جهة اسمها صدرها. بهذه المناسبة احنا كسكان وكمعارضة ديال جامعة سيدي واسي تنستنكرو بما صرح به السيد بان كيمون اللي هو تيتريس الأمم المتحدة. وبان كيمون هذا الشيء اللي قال ماشي من حقه يقوله، لان هو ما بالنسبه لنا حنا تيمثل الا عضو رئيس في الامم المتحده، ماشي هو اللي تياخذ القرار، كاين المجلس ديال الامم المتحده. وهذا الكلام اللي قال حنا ما رضيناش بداك الشيء، لانه هذا السيد بغى يخلق لنا مشكل ما بيننا المغرب والجزائر، يعني باش نوصلوا واحد نقدروا نوصلوا واحد هذا اللي يمكن يخلق حتى حرب بين هاد البلدين. وحنا كساكنة وكمواطنين ديال جامعة سيدي واسي حنا مورا سيدنا، وحنا سيدنا الله ينصرو قضية الصحراء غادي نمشيو معاه، من غادي نمشيو معاه وغادي نضحيو بينا حنايا وبولادنا وبكل شيء. وكاين واحد الخبر اللي هو مهم اللي خصنا نعرفوه، هو انه لماذا جامعه سيدي واسي والرئيس والمكتب ديال سيدي واسي والرئيس ديالو ما ساهموا في هذه المبادره بولا شيء. والغريب في الامر ان الناس ديال جامعه سيدي واسي كلهم تقريبا تيجريو من الصباح باش ينظموا هذا المجيء ديالهم للمسيره ديال الرباط، وكاين اللي ساهم بالسياره ديالو، وكاين اللي ساهم كاين اللي جاب النقل للمواطنين، كاين كل واحد شنو دار. والجامعه سيدي واسي ما ساهمت حتى شي حاجه، وعندها النقل اللي يمكن ليها تعطي لهاد الناس هذو باش يمشيو به لهذا، ولكن الرئيس امتنع بهذا الشكل هذا، امتنع باش يعطي لهاد الناس هادو النقل باش يمشيو للرباط. وإلا كان في علمكم بأن هذاك النهار فاش مشاو الناس يعني للرباط راه شي أكثر من 100 واحد كانت واقفة قدام القيادة ما لقاوش اللي يديهم، والرئيس في علمه بأن هاد الناس هادو راه باغي يمشيو ما كاينش اللي يديهم، وما قدرش يستطع يمشي يعطيهم النقل باش يمشيو. وهذا الشيء هذا خص يكون فيه تحقيق، وتنطلبوا الجهات المعنيه باش يديروا تحقيق في هذا الشيء هذا مع الرئيس، لانه ماشي من حقه. هذه مبادره داروها الاحزاب السياسيه باش ينظموا هذه المسيره، يعني وتنضربوا على الوحده التراب الوحده ديال التراب في المملكه. وهذا السيد هذا تيبان لنا انه ضد الفكره لانه ما ساهم حتى شي حاجه. هذه من جهه، من جهه اخرى حنا كمعارضه لاحظنا بان الرئيس اللي هضرنا عليه دابا تيكذب على المواطنين، تيدير معاهم لقاءات، وفي هذه اللقاءات هذو تيعطيهم بعض المشاريع الوهميه. مثلا كان اللقاء اللي دار في الديمير، اللقاء اللي دار في اقبالو في المركب السوسيو ثقافي، اللقاء اللي دار في ربما في اماكن اخرى. وهاد اللقاءات هادو صرح بانه راه كاين واحد العدد ديال المشاريع اللي يمكن يديرهم عن طريقة ديال الميزانيه التشاركيه. اللي بغيت انا المواطن يفهم بالاخص المواطن ديال جامعه سيدي واسي هو ان هاد الرئيس هذا الا كان في باله باش يدير مشاريع مع الجمعيات، اولا اي اتفاقيه مع ما بين الجامعه والجمعيات خصها تكون اتفاقيه اللي خص يصدق عليها المجلس، يعني المجلس هو الاول اللي خص يعرف عليها. هذا الرئيس هذا راه ما خبر المجلس، المجلس لحد الان ما عرف حتى حاجه اللي تيدير هذا الرئيس، يعني هذا الرئيس سينفرد بوحده ما تيخبرش المجلس، ما تي
يتشاور مع المجلس شنو غيدير. وثانيا علاش نقول لكم انا هذا راي سيكذب، لان حتى الميزانيه اللي بغى يدير بها الميزانيه التشاركيه مع الجمعيات اللي هي الميزانيه ديال الفايض اللي داز في الدوره ديال فبراير، راه لحد الان راه مازال ما تصادقش عليها قانونيا عند السيد العام، لان فيها مشاكل مازال ما تصادقش. هو تيسبق سميتو قبل ما هذا تيسبق العصا الاغلب كما تنقولوا. وبالنسبه لهذا لهذه الميزانيه راه كما قلت لكم راه مازال ما تصدقش عليها. انا اللي غنقول لكم هذا الرئيس راه تيحس براسو بانه راه غادي يمشي في حاله، لان كما كان في عندكم راه المحكمه حكمت على المشكل، على الناس اللي عندهم، على المنتخبون اللي عندهم المشكل ديال الفساد الانتخابي. راكم سمعتوا الحكم نهار الاثنين اللي فات. بالنسبه لي هو راه عنده 4 أشهر موقوفات تنفيذ و3 أشهر موقوفات تنفيذ، عنده 2 ملفات، وهاد الملفات هادو بجوج تعطى فيهم هذا الحكم هذا، بالاضافه الى ما غيصوت شيء في الانتخابات مدة سنتين وما غيترشحش الولايتين. هو عارف هذا الشيء، وهذا الحكم هذا ربما غادي يبقى حتى في الاستئناف حتى في النقد حتى في هذا غادي يبقى الشكل ديالو، لانه كاين حجاج كاين كذا وكاين الطعن ديال وزير الداخليه وزير العدل، انتم عارفين هذا الشيء. هو عارف راسو غادي يمشي في حاله، هذا الشيء علاش يكذب عليكم، وهذا الشيء علاش جاب لكم لا 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 جاب لكم احواش وجاب لكم الفرق الفولكلوريه والفرق الموسيقيه السوسيو مركب الثقافي. وهذا تيستغل فيه المناسبه ديال عيد المراه. لا هذه ماشي مناسبه عيد المراه، هذه مناسبه لان الحكم جا نهار اثنين، هو بغى يلهي الناس بهذا الشيء هذا باش ينساو الحكم ديالو. هذا هو اللي كاين. هو دابا تيكذب على المواطن، تيقول لهم حنا غنديروا الميزانيه التشاركيه وغادي نديروا المشاريع وكذا وكذا، حتى الا مشى في حاله باش هاد الناس هادو لمن قال هاد الشيء يقولوا راه مشى لنا واحد السيد اللي هو قولنا واللي كان غادي يدير لنا المشاريع وكان غادي يدير هذا. اذا الله يخليكم ما تيقوش الكذوب ديال هذوك الناس، راه هذوك الناس تيكذبوا عليكم. وحنا هاد الشيء اللي تنقولوا لكم راه تنقولوا لكم الصراحه، راه حنا عارفين اش كاين. الله يجزيكم بخير، شكرا.